Welcome everybody to this session. I think we have people just joining, coming in. مرحبا بكم جميعا لهذه الحصة. هناك بعض الأشخاص الذين يلتحقون بنا الآن. طبعا هناك التوقيت يختلف من مكان إلى آخر. نحن سعداء جدا باستقبالكم وهناك حصص جيدة جدا. لدينا ستة قطاعات مختلفة وسنعود لكم لتمدون بأفكاركم قبل أن أواصل. أريد أن أقدم نفسي. اسمي جوانا ويدج. أشتغل مع يونيسف عن طريق أليانس. وفريق العمل يعمل خارج بريطانيا. وهذا الفريق يهتم بطبعا الممارسات الجيدة وحماية الأطفال وذلك بالتعاون مع قطاعات أخرى وهذا دوري وأنا سعيدة جدا أني أكون هنا وذلك لتقديم هذه الحصة. نعترف أنه أغلبية أو كل الأفراد الذين نتعامل معهم في مناطق النزاع هم أطفال وأنتم هنا موجودون لتتعلموا معنا. ستتعلمون كذلك من المحاضرين. قبل أن أبدأ أريد أن أقدم أعضاء الفريق. رجاء ترفعوا أيديكم. سيد ديفيد وهو المسؤول عن قطاع التعليم وخاصة بالنسبة للأطفال. ضابط حماية الأطفال ويعمل مع فريق الإسناب في إسطنبول. معها في إسطنبول. وهي المنسقة في العراق. لدينا ليانغ وهو عضو حماية الأطفال ومقره بنيويورك. ولدينا نوريان وهي متخصصة في سيف للتشيلدرن وموقعها في وهي تلتحق بنا من بوسطن. ورحب بكم جميعا ونتمنى أن يكون هذا الاجتماع ناجح. نمر إلى الشريحة الموالية. طبعا هذا الأعمال الداخلية. نريد أن لو تضيفوا شيئا لأسمائكم وسننتقل من قطاع إلى آخر. كذلك سننظر كذلك في الفرق التي ستقسم إلى مجموعات لو تلتحقون بالغرفة التي تناسبكم. ترون الأمن الغذائي هي نجمة. الصحة رجاء المشاركون يعطون أسمائهم. بإمكانكم أن تغيروا الأسماء وذلك بالضغط على النقاط. في نهاية الاسم لو أنتم مهتمين في الأمن الغذائي لو تضيفوا نجمة. لو أنتم تهتموا في الصحة رجاء ضيفوا. هذه الشريحة فيها تفاصيل المواضيع التي سيقدمها المشاركون. شكرا.
التعليم وذلك بإضافة علامة استفهام وإذا كان بالإدارة عليكم إضافة العلم كما قلنا الأمن الغذائي نجمة بالنسبة للإدارة فلو تضيفوا علامة ما تضعوا هذا بعد أسمائكم وذلك سيظهر في كل مشاركاتكم هذه بعض التعليمات لا تنتقل اضغط على الغرفة في على زوم وبإمكانك أن تختار الغرفة التي تريد أن تلتحق بها والمنتج سيكون موجود ليستمع إليكم وبإمكانه أن يساعدكم لو نتقدم نمر إلى الشريحة الموالية إذن طبعا لدينا تحدي كبير وذلك في قطاع وذلك في القطاع الأمور الإنسانية وعلينا نفكر كيف نستطيع أن نتعامل مع ذلك نمر إلى النقطة الموالية نصف السكان هم من الأطفال وذلك في المناطق التي تأثرت بالنزاعات ونتحدث عن الحماية بشكل عام وخاصة حماية الأطفال هذه طبعا المبادرة انطلقت في شهر أكتوبر ونحن نركز تماما على حماية الأطفال وذلك ما نقوم به في الجبهات الأولى سواء كان ألايانس أو المجموعات الأخرى النقطة الموالية والنقطة التي تليها نحن نعلم أن احتياجات الأطفال هي كبيرة جدا يجب علينا أن نعمل كحماة لسلامة الأطفال بين إذن هناك سؤال كيف نستطيع أن نحسن حماية الأطفال الآن هذه مبادرة العمل من خلال كل القطاعات وذلك عن طريق مجموعات وإحدى هذه المجموعات هي ألايس ولدينا مبادرة منذ 2022 وذلك للإجابة على هذا السؤال وهو التعاون مع أولئك الذين تأثروا بعد الاستشارة في 2021 عن طريق 385 مشارك خرجنا في الأخير بأربع أولويات وهي التعليم الأمن الغذائي نعمل مع هذه المجتمعات مثل ما قلت 385 مشارك يعملون مع بعض في قطاعات مختلفة العديد منهم موجودون الآن من ضمن المحاضرين وسواء كان
طبعا هناك بعض الحكومات قدمت بعض المقترحات ونريد أن نرى بعض الحواجز وبعض ال إذن علينا أن نقوم بأولويات هذه القطاعات. قمنا بإصدار التقرير الأول ونقوم بتحديثها كل 6 شهور ونتبادل معكم الصورة الأساسية وهي ستخرج في الشهر القادم ثم بعد 6 أشهر. نريد أن نسمع للقطاعات الأخرى وذلك في وضع الاستراتيجيات والتفادي الكوارث. يجب أن يكون هناك حماية للأطفال من خلال القطاعات ولا يجب أن يكون هناك سوء فهم. إذن التعاون مع القطاعات التي وضعت أولوياتها بالنسبة لحماية الأطفال ورفاهيتهم ونحن على الطريق للعمل معا. هناك الرؤية العامة والعمل الإنساني من قبل كل الفاعلين وفي كل القطاعات. لو نذهب إلى الشريحة الموالية أريد أن أتحدث بالتحديد بالنسبة للدافعين. مثل ما تعلمون في بالنسبة للموضوع بشكل عام أحد العناصر التي نتحدث عليها هو ليس فقط العمل من خلال القطاعات لكن كذلك العمل مع الأطفال وعوائلهم. إذن نتحدث عن إطار عمل ووضع خصيصا للأطفال وكذلك تحديد المسؤولية. نريد كذلك أن يكون لدينا معايير يجب أن نتبعها ويجب أن يكون هؤلاء مسؤولون أمام الأطفال وعوائلهم وذلك عن طريق أناس مختصين في حماية الأطفال ويواجهونهم ويتحدثون معهم وذلك في إدارة أمورهم. إذن نرى فرص وذلك في لتشريك الأطفال بالنسبة لحمايتهم وهذا نكون سعداء جدا أن يكون لدينا هذه المشاركة وذلك بتطوير وذلك بالنسبة لتعليمهم ونحن كجزء من القطاعات نقوم بوضع المعايير مع المشاركين الآخرين وذلك خلال السنة الماضية وما قبلها وأنا سعيد جدا أن كانت عندنا الفرصة ذلك للإضافة. هناك كذلك التعاون وكانت لدينا فرص عديدة للتعاون. هناك أدوات أحد زملائي يعمل عليه نعمل عن طريق رؤية متعاونة وذلك بتطوير عدد من الفيديوهات عن طريق أحد الزملاء وذلك بالنسبة للتعليم. نتعاون كذلك عن التعليم عن بعد ونستمع إلى الآراء لتطبيقها في وقت لاحق.
وذلك باستعمال أدوات تعليم وأدوات أخرى وبالعمل سويا. يجب أن نصل إلى أعلى مستوى بالنسبة للأعمال الإنسانية وكذلك في through the alliance and through other platforms such as within CCCM, which, such as within education, with INEE and so on, to influence those who are in the more powerful positions in the donor community, in humanitarian leadership. نريد أن نصل إلى المانحين وذلك لمساعدتنا للقيام بهذه المرابش والتأكد منها ويكون لدينا الأطر المناسبة. وفي الأخير نستطيع أن نصل إلى الأجزاء الأخيرة. نريد أن نتعامل مع المخاطر والمسؤولية ونريد أن نشرك الأطفال في حمايتهم وفي مختلف القطاعات وعن طريق معايير واضحة وعن طريق أدوات واضحة وذلك عند العمل مع الأطفال في البداية. ذلك بناء البيانات وبناء الأدلة يجب علينا أن ننظر في الأدلة من جديد خلال الأشهر القادمة وقمنا بذلك عن طريق النظر في الأولويات بما في ذلك المسائل الأمنية وذلك بالعمل سويا وعن لحماية الأطفال والتعليم. نعلم جيدا كيف يمكن حماية الأطفال وCCCM أن يعملوا سوا. كيف يمكننا أن نتأكد في زيادة فاعلية الموارد الموجودة لدينا خلال السنوات. إذن الآن في خطتنا المشتركة أين نحن الآن وأين نعمل أن نكون. النقطة الموالية نريد الآن نبدأ وذلك بإرسالكم إلى غرف مختلفة لمناقشة حماية الأطفال والقطاع الذي تختارونه. تضع نجمة جنب اسمك إذا تريد أن تبقى في هذه الغرفة أو إذا أردتم أن تلتحقوا بالأمن الغذائي أو التعليم. إذا الأشخاص الذين لم يضعوا علامة سيبقون هنا في هذه الغرفة. تحدثنا عن هذه العلامات في السابق. إذا كنتم تريدون مناقشة حماية الأطفال تبقون في هذه الغرفة. طبعا ستكون هذه الغرفة متعددة القطاعات. ستناقشون شيئين كأحد حماة الأطفال. إذن السؤال الثاني كيف يكون القطاع ليس القطاع علم
بما هي احتياجات حماية الأطفال. وسنطلب منكم أن تذهبوا إلى غرفة أخرى وذلك بوضع أفكاركم. لديكم 15 دقيقة للقيام بذلك. نتمنى أن تكونوا صادقين جدا ومنفتحين مع السؤال. وإذا كان هناك نقاط قوة أو نقاط ضعف يجب ذكرها. نراكم في القاعة العامة. ما هو موجود؟ تعودون من الغرف التي ذهبتم إليها. جنى. مثل ما ذكرنا قبل قليل. As Joanna said, that if you want to remain in the main room, if you need interpretation, that's fine. But I have put a few people in the room. For those who haven't put anything next to their names, please just note that you can hover over where you see breakout rooms. يمكنكم وضع أسماءكم حيث. يمكنكم أن تختاروا الغرفة التي تريدون أن تلتحقوا بها. So we still have a fairly large group here, so I'm hoping that we'll see. لدينا مجموعة كبيرة هنا، فيسعدني أن يكون لدينا هذا العدد. لن نتحدث بشكل مخصص عن التعليم أو عن الأمن الغذائي أو الصحة أو الأمور الأخرى. سوف أفترض بأن ستيفاني تريد أن تذهب إلى غرفة. لا أعرف إن كان هناك متطلبا. هل هناك أشخاص عديدين يريدون الذهاب إلى غرفة معينة؟ آسفة جانا، يمكنك الاستمرار. ربما من يبقى معي، هل يمكنك أن تعلموني في غرفة التدشى هل هناك قطاع معين تريدون أن تتحدثوا عنه؟ هل أنتم هنا لأن الترجمة موجودة أم لأنكم تريدون تتحدثوا عن واش أو التغذية أو واحدة من الأماكن ذات الأولوية والتي ليس لها مكان في الغرفة؟ إن وضعتم في غرفة في صندوق الدردشة ما تريدونه، يمكننا نستطيع أن ندير الحوار إلى هذه المواضيع المحددة. أو ستيفاني أو فيري يمكنهم البقاء هنا معنا. حسناً، دعونا ننطلق إلى الأسئلة. وبما أن نحن هنا في العدد الكبير ومتعدد القطاعات، فالأسئلة ستكون هذا النوع من الوسع والاتساع. السؤال الأول هو: ما هي الأمور الرئيسية التي على عاملين في حماية الأطفال لا يعرفون أو لا يفهمونها حول القطاعات الأخرى؟ إن أردتم تحدث عن في واش، فعاملين في حماية الأطفال لا يعلمون بأن الأدوات التي نشتريها ليست لدينا السيطرة عليها، فهي أو الإعلانات التي نتحدث عنها عن النظافة ليس لدينا وصول مباشر إلى المصممين أو الرسامين. يمكنكم أن تخبرونا بأي من هذه الأمور؟ أستطيع أن أرى الكثير من هنا، الكثير هنا أسماء، لا أريد، أعرف أسماء كثير، لا أريد أن أناديكم، لا أريد أن تكون هذه فقط جلستي. Joanna, do we
هل نتحدث أم نكتب في الترتيشنر؟ أرجوكم افتحوا الميكروفون وتحدثوا. حسنا شكرا لك. أنا يسعدني أن أبقى صامتة ولكن لا أعتقد بأن هذا هدف جلستنا. حسناً، إن أردت أن أسألكم وسأطلق أنادي على أسماء، ما هي المعيقات أو ما هي الطرق التي نحن كعاملين في حماية الأطفال فهمناها بشكل خاطئ أو هناك أمور احتجنا إلى توضيح أكثر لها؟ الناس غير مسموح لهم في منع في فتح مكبرات ميكروفوناتهم. هل ستيفن هل تريد أو ستيسي هل تريد أن تدخلي في هل ناديتي على اسمي؟ نعم. كنت أحاول أن أعيد الأسئلة. وهل هناك طريقة لوضع السؤال في الدردشة لأنني لم أرى هذه الأسئلة في البداية؟ كما قلت بأن بعضنا من عاملين في حماية الأطفال لا نعرف عن القطاعات الأخرى، وكنت أمل أن يكون لدي مراجعة حول ما كيف يمكن أن نشمل الأطفال في الأعمال الإنسانية عبر القطاعات. تحدثنا كثير عن إدماجهم وتعميمهم، ولكن كيف يمكن فعلا أن نشمل الأطفال في الاستجابة الإنسانية التي أحيانا قد تكون ذات مخاطر حسب حركة السكان؟ وهذه الأسئلة التي نتعرض لها في مكان هناك حركة سريعة، خصوصا بالأزمات، وكيف يمكن التعامل مع الأطفال يكونوا حذرا في الأزمات التي استجبنا لها. هناك أمثلة، وكنت أتساءل كيف يمكن أن كما نراها تزداد وتأخذ صورا مختلفة وتتحرك بطرق مختلفة. ممتاز، شكرا لتكوني أول واحدة تشغل الميكروفون. بالنسبة للتحديات، نحن كقطاعنا حماية الأطفال وأيضا نعمل مع العاملين في المجال الإنساني، كيف نشمل الأطفال؟ كيف نعرف متى هو آمن؟ متى نعرف إن كانت هذه الأمان قد ذهبت ولم تعد وقتا آمنا لهم لأن يكونوا مشمولين في الأعمال الإنسانية؟ كيف وفي أوقات أخرى نقلل من تقدير قدرتهم على أن يكونوا مشمولين وأن يكونوا قائدين للأنشطة وغيرها؟ أعتقد بأنك درست تحديا في حماية الأطفال وفي التعليم، وهناك عاملين أخرى في أيضا بالنسبة للزملاء العاملين عبر الأعمال الإنسانية بشكل عام. لا أعرف إن كان هناك أحد من يريد أن يجيب عن السؤال أو يريد أن يلقي سؤالا آخر. جاكلين أرادت أن تذهب إلى غرفة التعليم، هل يمكن أن تساعدوها؟
لا أعرف إن كان هناك آخرين يتابعون عبر الترجمة، قد نسمح لهم وقتا بالترجمة، ولكن أرى أن لدينا زملاء من أفسي ويونيسف والرؤية العالمية، وأتساءل إن كانت منظماتكم والتي هي متعددة القطاعات، ما هي الطرق التي ترونها داخليا؟ أحيانا ترون هناك سوء فهم، ليس لدينا لغة شائعة شاملة، ليس لدينا فهم مشترك حول قدرات الأطفال، ما هي مخاطر الحماية، وكيف يمكن أن نضع أولوية للتغذية في هذا الوقت وفي هذه الاستجابة وهكذا. أستطيع أن أضع بعض أمثلة. عندما كنا نستجيب لكورونا الكوفيد-19 أعتقد بأنها كانت طارئة صحية، كنا استطعنا أن نشمل الأطفال في كثير من الأنشطة التي أخذناها، خصوصاً في التعليم والطوارئ وبرامج الراديو لا أقول بأننا تطورنا في هذا المرحلة المبدئية في التخطيط، ولكن لدينا في ذهننا أن في بعض الوقت نقوم بتحليلاتنا ونفهم الأمور التي يكون يعاني منها الأطفال ونطور على أساسها برامج، وفي نفس الوقت الذي نشمل الأطفال في تطوير البرامج نقوم بالتقييم المبدئي، نسأل الأسئلة الصحيحة، نشملهم في، ثم عندما نطبق هذه الإجراء كاملا في التقييم، فأقول في كوفيد كانت سهلة لأنه كانت تنتقل مكان، هي كانت أزمة تتعلق بالصحة أكثر، ولكن في مواضع عندما يكون هناك أزمات نزاعات، عندما يضطر الناس انتقال مكان إلى آخر، كيف يمكن أن نشمل أطفال في البرامج؟ وأسمع قطاعات أخرى تقول يمكن، كيف يمكن أن تكون جدية؟ لا يمكننا أن كنت أفكر أنه بما يعتمد بخصوص على مستوى الطوارئ بشمل ومشاركة الأطفال، ما دامت الطوارئ لأننا نخاف أن نضعهم في مخاطر، وبالتالي تعكس الهدف بالذي تريده، وهو أن تحصل على يعني مشاركة ذات معنى من الأطفال وهكذا. يبدو أن الوقت كان غير منسق في غرف الخارجية، يمكننا أن قد تكون هناك بعض النقاشات قد استفدتم منها في الغرف الجانبية ويمكن أن نستفيد منها. هل هناك كان لدينا مجموعات أكبر ونظرة أكبر من دخول في قطاع معين؟ هل هناك أمثلة التي يمكن أن نحصل عليها من بعض الغرف الجانبية التي عدتم منها؟ من يريد أن يتطوع؟ نستطيع أن نتطوع CCAT. كانت مثيرة للاهتمام. كنت هناك اتفاق عام في عاملين في أن CCM لها جزء من الحماية، والتشويش الذي يخرج منها هو ما هي CCM، ما هو المأوى، ما هو المكان المادي في المكان، من المسؤول، والأمور التقنية حول التخطيط أيضا مشوشة، تعتمد على السياق وتعتمد على المنظمة بما يخص الملاجئ. ما هي الجوانب التقنية للناس الذين ينظرون إلى الجوانب المادية؟ لا يعرفون المخاوف على المتعارضة بالأطفال، قد يكون لديهم خبراء
من الخارج وعبر حياة المخيمات وهكذا. هل هناك من CCCM-CP يريد أن يشارك معنا؟ أعتقد أي مشارك أن يشارك. لم يكن لدينا وقت لوصول سؤال ثاني. كانت مؤسفة لأننا دخلنا في نقاش ممتع وكنا أحببنا أن نستمر. لدينا الأسماء والطرق تواصل فيمكننا التواصل معهم. هل نوريان، هل أردت أن تتحدثي؟ ديفيد أو أحد يريد أن يتحدث؟ ما كنت تتحدثون عنه في الغرفة. بالنسبة لنا بقسم القطاع الصحة كان هناك نقاش حي. الجزء الرئيسي الذي أخذته من الحوار هو أن الناس ينظرون إلى الصحة والتغذية بأن تكون ذات تقنية عالية، على الأقل من منطقة وجهة نظر جانب حماية الطفل. هناك فرص محدودة لإدماج الأطفال من حيث يرونها، ولكننا لم يكن لدينا وقت لمناقشتها في السؤال الثاني، فلم يكن لدي الفرصة أن أشرح ما أعتقد أنه مهم لإدماج الأطفال وما هي الفجوات أو مناطق دخول وصول لدمج حماية الطفل في قطاع الصحة. بعض الزملاء في النقاش الصحي يمكنكم أن تضيفوا هنا إن أردتم، من كانوا معنا في الغرفة. هل تحب أن تعطينا نقطة أخرى؟ أعطينا نقطتين بما أنك هنا. أعتقد بالنسبة للصحة هي قطاع لدينا تفاعل مع الأطفال حتى قبل أن يولدوا. نوفر عناية ما قبل الولادة والطفل ما زال في رحم الأم، وهذا يمكن أن يكون فرصة الدخول للتحدث مع الأهالي، وأيضا يمكننا مراكز تسهيلية للمراكز العناية الثانوية، وأيضا معتمدة على المجتمعات في تدخلات الصحة التي يمكن أن تكون جيدة لمنصات لتدخل الأطفال وحماية الأطفال في خدمات الصحة. أتمنى لو كان لدي وقت أكثر للتحدث مع الزملاء الآخرين، على الأقل كنا ندخل في نقاش جيد. حسنا، يمكننا أن نعيد جمعكم ثانية، ويمكن أن ننسق ذلك ثانية ونسأل هذه الأسئلة ثانية. هل هناك مشاركات مجموعات أخرى؟ نعم جوانا، من الأمن الغذائي. كنا معظمنا زملاء نعمل في حماية الأطفال، كان من الصعب أن تعرف ما لا تعرفه، وبالتالي فيتشابه مع CCM وقطاع الصحة الفهم ما هي التدخلات، ما هي النماذج التي تقوم بها القطاعات الأخرى، وكيف هو مهم بالنسبة لنا لقطاعات حماية الطفل أن نكون لدينا ألفة بما يتم هناك، وعلى الأقل يكون لدينا كيف ندعم من هم الأطفال الأكثر ضعفاً. وفي أيضا الأمن الغذائي، الناس يعتقدون يعبون في لوحات الإعلان، يتحدثون عن المراسلات النقدية للصغار غير المرافقين، ومساعدة الآن موجودة في الوصولات المالية وفهم كيف يمكن أن نتدخل هناك. في البداية أعتقد أن كانت نقاشات جيدة. أريد سأدخل الآن في قسم قطاع التعليم. طلبت من أن نكون شديدين، لم أكن شديد، ولكن أعتقد بأن كنا نزيهين جداً. أعتقد بأن التداخل كان جيداً. الزملاء كانوا أو معلمين كانوا يخافون بأن المعلمين لا يأخذون أساسية في حماية الطفل أو أساسية فيما يقومون به، ولكن بأن بما يخص التعليم زملاء حماية الطفل، أن المعلمين لديهم مسؤوليات أخرى غير حماية الطفل، فمثلاً التعليم، وبالتالي كان هناك تعليقات أن هذه تعكس بأن كثير من النظم لا تعمل ليست لديها موارد كافية
لأن المعلمين الذين يريدون أن يأخذوا حماية الطفل بشكل جدي، وطبعاً في نظام فعال نفهم بأن المعلمين كانت لديهم مسؤوليات أكبر، وبالتالي ما نقوم به الآن النظم التي تحتاج إلى موارد أخرى لتستطيع أن تكون محمية وأن تتصرف بفعالية أكثر. هناك نقطة أخرى جاءت والتي نوعا ما تغلف ذلك، وتتحدث عن المعلمين، الصحة العقلية الصحة النفسية للمعلمين وليس فقط للأطفال، والتي يمكن أن تكون لا ينظر إليها بشكل عام. شكرا لك. شكرا دايما، يسعدني أنك دخلت، أنكم كنتم نزيهين صريحين، هذا جميل. في الغرفة الرئيسية وعبر التحديات حول مشاركة الأطفال في الأعمال الإنسانية وبمشاركة الأطفال، ما هو المستوى وبشكل تتغير بشكل مستمر، لنكن أمينين، نحن لا نعرف الذين نحن نركز على في هذه الولاية الخاصة بالأطفال، ما هي عندما نطلب الأطفال القطاعات الأخرى لأن تتضمن أكثر بشمل الأطفال معهم، يمكن أن نخش هذه ما يمكن أن يتم به القيام الآن، ويمكن نسمح لهذه الأفكار بأن تتطور في ضمن سياق يتغير بشكل سريع. شكرا لكم لهذه الفرصة السريعة للتفاعل مع المجموعات، نرى كيف نتفاعل خارج هذا المؤتمر المنتدى، وأرجوكم أعلمونا بأي تعليقات، وبكم كتابة أسئلتكم في صندوق الدردشة، ينظر هناك نقاش حي في غرفة الدردشة. أريد أن نريد أن نستفسر عنكم أنتم، سنطلق الاستطلاع الأول، نريد أن نعرف أنتم من أي قطاعات تأتون إليها تأتون منها. هذه هي لدينا، أي ما هو الجهة الرئيسية لعملكم؟ التعليم، الصحة، إدارة المخيمات، تنسيق المخيمات، وقطاعات أخرى، وقطاعات أخرى تتضمن الأمن الغذائي والتغذية وغيرها. ليس لدينا كثير من المجيبين، ستكونوا على الشاشة في الخلفية، يمكنكم أن تحصلوا على الشريحة التالية، نستطيع أن ندخل في عرض حول الأمن الغذائي بشكل خاص. حسنا، إن كان قطاع آخر ضع غير، حسنا أستطيع أن أرى من شارك إن لدينا 20% تعليم، 10% صحة، ليس أحد من تنسيق إدارة تنسيق المخيمات، أعرف أن هذا ليس صحيحاً، اختفى، وقطاعات أخرى، معظمكم من قطاعات أخرى. حسناً، نريد أن نتحدث عن الأدلة ومراقبة الأدلة، بما نتعلمه من فهم المشترك ومنصة مشتركة، لغة مشتركة، وفهم مشترك للفجوات التي يجب أن نركز عليها. يسعدني عندما أعطي الكلمة الآن إلى زميلتي يانغفو، وهي تعمل مع الأمن الغذائي العالمي وأيضاً CPAOR، وفي مراقبة الأدلة في حماية عمالة الأطفال والأمن الغذائي. سأقدم الآن يانغفو. شكرا جوانا، شكرا لهذه الفرصة للتعلم من الجميع حول العمل عبر القطاعات وعبر التحديات. يسعدنا أن نأخذ ما نحاول أن نجد إليه هو
food security cluster, which has been really invaluable. التي كانت ذات قيمة كبيرة جدا بالنسبة لحماية الأطفال الأمن الغذائي يعملان مع بعض وذلك بتقديم الدعم الفني والممارسات الجيدة الآن ما زلت على الشريحة الأولى الخطوة الأولى بالنسبة لهذه المبادرة يجب أن تكون على كيف يكون الأمن الغذائي وحماية الأطفال يجب أن يكون لدينا الأدلة التي تمت مشاهدتها يجب أن تكون أدلة يمكن أن نبديها أريد أن أسمع من أولئك الذين يستمعون إلى عرضي إذا كان هناك أي تجارب بالنسبة لحماية الأطفال وهذا وإذا كنا أغفلنا أي شيء بالنسبة لمجال الأعمال أريد أن أعلق على بسرعة على بعض هذه الأشياء النتيجة الأولى أن تجربة الأمن الغذائي بالنسبة للأطفال هي تجربة فريدة من نوعها وقد يكون مهم جدا وذلك بالعودة إلى سنهم وإذا كانوا ذكورا أو إناث أي هناك وقع شديد على الأطفال بالنسبة لأمنهم الغذائي وبالنسبة لحمايتهم وبالنسبة لأمنهم يجب أن يكون لهؤلاء دور أساسي في عوائلهم وذلك يؤثر على استقرارهم مسؤولين على تحضير الأكل الطعام لكل الأسرة وقد يطلب منهم رعاية بعض أفراد عوائلهم ويعملون وذلك للحصول على الطعام وقد يطلب منهم الذهاب وإحضار الماء أو ويتعرضون كذلك إلى العنف الجنسي ويشاركون مع أهاليهم في الزراعة وفي رعاية الحيوانات يجب أن يحصلوا على الرعاية الكافية أحيانا يكونون أقل يحصلون على الطعام والأمن الغذائي أقل حتى من الحيوان الأطفال الذين يعتبرون أيتاما لا يتم حمايتهم بالنسبة للغذاء وهؤلاء الأطفال يتعرضون إلى تجارب صعبة جدا هناك علاقة مضطردة بين الأمن الغذائي وبين الأمن الغذائي والأمان والأمراض النفسية. لما لا يحصل الأطفال على الطعام الذي يحتاجونه، فهذا مرتبط جدا بالأمراض النفسية كسبب لذلك. وهناك طبعاً حالات من الخوف والاكتئاب نتيجة لذلك وتكون هذه الظواهر أكثر لدى هؤلاء الأطفال
الذين يفتقدون إلى الرعاية ويفتقدون إلى الأمن. يجب علينا أن نوفر كل هذه الأشياء للأطفال. طبعا رأينا أطفال في سياقات مختلفة يكون لديهم حمية غذائية مختلفة، وهذا له تأثير على الأطفال الذين يفتقدون إلى الطعام. أخبروا عن تعرضهم للاكتئاب والخجل. في بعض الأحيان يتعرض الأطفال إلى العنف. هناك أطفال في بوركينا فاسو تعرضوا إلى العنف بسبب النقص في الغذاء، بسبب سلوك الأم الذي تسيطر عليه حالتها النفسية. نعرف أن طبعاً وباء كوفيد-19 كيف أثر على العالم وأثر على الأطفال. والنتيجة الثالثة هي الآلية. سوف نرى كيف أن نقص الطعام وعدم توفر الأمن كيف يؤثر على الأطفال. أحد دافعي هذه الأشياء وذلك في النقص الفرص ونقص الخدمات بالنسبة لهؤلاء الأطفال. بعض العائلات طبعا ونظرا لتوقعات هؤلاء أحيانا يصابون بخيبة الأمن. زملائي في مساعدة في منظمة مساعدة اللاجئين في زيمبابوي وجدوا أن النقص الغذائي يتسبب في العديد. لو نمر إلى الشريحة الثالثة، أحد الآليات الصعبة كذلك بالنسبة للاستغلال الجنسي والعنف الجنسي. في الكثير من الحالات أو أولئك الذين يتعرضون للجوع يكونون عرضة إلى الاستغلال، سواء كان الإصابات أو الاستغلال أو العنف الجنسي. من النتائج التي توصلنا إليها هناك كذلك العنف من قبل القرين. هناك وثيقة التي تثبت أن عدم الأمان الغذائي سبب في تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والاستغلال الجنسي والإهمال. النقطة الرابعة، أنا آسفة أن شكلها تغير. هناك دورة مرتبطة بالنسبة للأمن الغذائي والمخاطر، خاصة تزويج الأطفال وإذا تزوجوا بهذه الطريقة يجدون أنفسهم في وضع صعب جدا، سواء كان بالنسبة لعائلة الزوج أو من أطراف آخرين. وهناك أمامنا تحديات بالنسبة للدفاع على هؤلاء الأطفال،
وذلك لعدم معرفتهم ب نعرف أن هؤلاء البنات تم تزويجهم في سن صغير و والأطفال الذين يولدون لأمهات تم تزويجهم في سن مبكر سيتعرضون لنفس المشكلة، وهذا طبعا سيؤثر على جاهزيتهم للمدارس وما إلى ذلك. إذن هناك أثر طويل المدى على الأطفال، وذلك نتيجة لعدم توفر الأمن الغذائي. والنقطة الأخيرة، أمر جيد أن أحد الأشخاص ذكر هذه النقطة. عادة النقص الغذائي يؤثر جدا على الأطفال، لا يتم توجيه السؤال للأطفال أو استشارتهم، ويظلون في مجموعات على الحدود. هناك دراسات في العلوم الإنسانية وجدت أن هذه الآثار على الأطفال يكون طويل المدى. أنا سمعت فقط جزء منها، أنا أعتذر. عدم استشارة الأطفال لديه مخاطر كثيرة، يجب علينا أن نتفهم دورنا كحامي الأطفال، ويجب علينا أن نستشير. أعتقد أن هذه النتائج بخصوص حماية الأطفال، وجدنا أمثلة كثيرة، وأعتقد من خلال بعض الفاعلين الذين يعملون في هذا القطاع، بالنسبة لي هناك ارتباط كبير بين حماية الأطفال والأمن الغذائي. هذه هي النتائج الأساسية. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ كيف يكون عدم وجود الأمن الغذائي مؤثر جدا على الأطفال؟ كيف نحن كفاعلين في مجال الأعمال الإنسانية، التقرير بخصوص الأمن الغذائي يقول أن ملايين الناس هم لا يحصلون على ما غذائهم بشكل جيد. يجب مراجعة هذه الأدلة، وبشكل فعلي يجب علينا جميعا أن نخطط لاستجابة جيدة، نحاول أن نعمل معا، وذلك بتطوير قواعد بخصوص برامج الأمن الغذائي. هناك دراسة ستخرج في الأشهر القادمة، وستدرس دورات هذا البرنامج، وبشكل خاص الأمن الغذائي للأطفال، وذلك مثلا في نيجيريا، في جمهورية وسط أفريقيا، وكيف يمكن التعاون في ذلك. أشكر الجميع على الاستماع لي، وأعطي كلمة لجوانا لمواصلة الحديث. أشكرك جدا على هذا العرض الجيد، وفعلا بحث جيد في هذه القطاعات، ومن المهم جدا الاطلاع عليه. وهناك تقرير سيتم نشره قريبا. أكيد هناك الكثير من الأسئلة، سنمر إلى الحصة بخصوص الأسئلة والأجوبة لننظر
رقم 2 هل قمتم بإدارة برنامج متكامل في بين القطاعات؟ لا أعتقد أن يمكن أن الإجابة بشكل مباشر. نريد أن نعرف ما هي القطاعات التي قامت بذلك. الأغلبية منكم أنتم أتيتم هنا لأنكم لديكم تجربة في قطاع معين، وهذا أمر جيد. إذا ننطلق من هناك. السؤال الذي يليه لدينا أسئلة مثل ما تتوقعون. لو لديكم أي أسئلة رجاء تضعوها على الشات بوكس، ولو لديكم إجابة على هذه الأسئلة رجاء تمدونا بأجوبتكم. نريدكم أن تفكروا في الأسئلة حتى أعطيكم الكلمة. السؤال الأول الذي لدي، نعود إلى البداية. يجب أن يكون لدينا فهم مشترك، فهم مشترك لكل هذه الأسئلة. أن التعليم وحماية الأطفال أمران موجودان لفترة طويلة. هناك مبادرات قامت بها ألايس وبعض المنظمات الأخرى. ديفيد ذكر ما هي الدروس التي نتعلمها بخصوص أن يكون لدينا لغة واحدة ومقاربة واحدة بين القطاعات. الأمر سهل جدا للوجود لإيجاد حلول. ستيف على حق، أنت على حق. دائما فكرت في التعليم، في التعليم أهمية عمل القطاعات المشتركة مع بعض. لما يكون الطفل جوعان أو الطفل مريض لا يستطيع أن يتعلم. في كل عملي في التعليم كنت دائما ألح على أن في البداية نقوم برعاية الأطفال. هي مسألة ثقافة ومسألة فهم أكثر من أن تكون مسألة لغة. ما هو وجوده في العالم؟ الأطفال ليسوا أشياء. بكل التعقيدات وكل الصعوبات التي تعترضنا، وعليه مطلوب منا جميعا يجب أن نفكر في الأطفال كأشخاص مستقلين. وهذا الأمر صعب جدا لأن الموارد محدودة. هي يجب أن تكون مهنية، يجب أن يكون متوفر الوقت، ويجب أن وكذلك الانشغالات التي تكون لدينا كخبراء فنيين. الحل ليس سهلا، لكني أرجو الجميع أن يواصلوا العمل. العديد من هذه الأشياء التي تعترضنا نستطيع أن نحلها. أتمنى أن أجبت على السؤال. جواب جيد. مثل ما قلتم هذا يساعدنا عند العمل مع أشخاص آخرين. هذا طبعا هذه الحالة لدى CCCM. نعم ولا؟ أشكر جداً على السؤال.
ليس فقط الحديث بلغة واحدة، خاصة أن حماية الأطفال هي جوهر الموضوع. المثال هو تطوير الأدوات، وكذلك مراجعة وتوقعات ما ينتظرنا لحماية الأطفال، وذلك للتأكد بأن CCCM أحيانا يكون عندنا مقاربات مختلفة. أعطيكم مثال، عندما قام الفاعلون بتطوير برنامج بالنسبة للأيتام، يجب أن يكون هناك دورة يتبعوها. في البداية أبدأ بوضع الأمر ثم التحضير. هذا فقط مثال. علينا أن نستعمل الحماية المتكاملة للطفل. يجب علينا أن نتفهم أننا بإمكاننا أن نقوم بها. جيد جدا، هذا المثال جيد. نفهم بعضنا كيف بإمكاننا أن نطور. Commenting on each other's minimum standards as a practice that we're. هناك المعايير الدنيا. I think maybe talking. Move again to David. You can think of some of the promising practices. يمكن لديفيد أن يخبرنا بعض أفضل الممارسات وبعض الممارسات التي واجهتموها. يعني يمكنك أن تبدأ. نعم، أستطيع. جاءت هذه عبر مراقبة الأدلة. وجدت عدة أمثلة بما تتعلق بربط الأمن الغذائي بتقوية الأسرة. واحدة من التقييمات عندما يكون الأمن الغذائي المساعدة كان جمعها بتقوية تدخلات الأسرة، التقوية للأبوة الإيجابية تزيد إيجابياً الأمن الغذائي، وأيضاً تخفف من تعرض الأطفال للعنف في العائلات. وقد هذه دراسة أخرى وجدت بأن أطفال في عائلات الذين يحصلون على تدريبات، بما أيضاً مع تدريبات للأهل أظهرت انخفاضاً في إساءة للأطفال بمقارنة أولئك الذين يحصلون فقط على تدخلات الأسرة. فبالتالي لدينا أدلة تبرز الآن ممتعة التي يمكن أن نجرب معها تدخلات من الأمن الغذائي وحماية الطفل، ويمكن أن نرى تأثيراً أكبر وأكثر فعالية. وهكذا أعتقد بأن هذا ممتع، خصوصاً في التفكير في بنتائج الصحة العقلية على العلاقة بين الأطفال، ويمكن أن نستكشف كيف يمكن أن تكمل بعض الأمن الغذائي وحماية الطفل مع بعض. تريدين أن أتحدث جوان؟ نعم، أعتقد بأني سأتحدث. هنا نراه في أوكرانيا كما تقدرون، هناك أزمة صحة نفسية في أوكرانيا. الأطفال خصوصا الذين تعلقوا في هذه النزاعات، الأطفال الذين يرون من وسائل الإعلام حول ما قد يكون يحصل في أوكرانيا، فهذه أزمات صحة عقلية. وأيضا نقطة ضغط في بداية المدرسة في سبتمبر أيلول، ولأول مرة أعرف لمدة سنوات كثير من الأساتذة سيكونوا في صف مواجهين مع طلاب، وسيعاني الأطفال من صحة عقلية. بعض الأطفال
بعض الأطفال سيكون لديهم أيضا أسئلة بخصوص الصحة العقلية. بما يوازي ذلك كله، فحكومة أوكرانيا تقدم تركيزا تعليميا، تحاول أن تنتقل من الطريقة القديمة إلى أن تركز إلى مركزية للطفل في سنة بعد أخرى، والمعلمين يخبرون بأنهم يجدون المنهجية الجديدة والأسئلة بما يخص الصحة العقلية وحماية الطفل تكون ذات تحديات، وهي هناك قضايا كثير من تدريبات عبر الإنترنت وأصبحت صعبة بالنسبة لهم. وما نتحدث الآن مع الوزارة الآن أو شركاء كثير مع الوزارة هو أن نضع في حيز لا نعرف إن كان سينفع تعليم دواء التعليم للمعلمين يتعلمون عن المنهجية ويتعلمون عن الصحة العقلية، وبالتالي يلتقون بشكل مستمر ومنتظم ويتحدثون كلا يندمج ويترابط، وهي مستدامة. وبما أن تنشأ فإنها أمر سيستمر إلى الأمام، سواء سيجدون أنها ستكون مساعدة. هذا مثال حالي واضح عاجل وما نراه هنا على أرض أوكرانيا، والذي أعتقد تم القيام به بأماكن أخرى. لا أحاول أن أقول بأني قد حدثت لأول مرة، ولكن مثال جيد لتعاون القطاعات المختلفة مع بعض في العمل معا، لأن الأطفال أفراد، لأنك تحاول أن تفكر في ما هو بنظرة شمولية. شكرا ثانية. كيتا، تريد أن تضيفي عليها؟ نعم، ما كنت أريد أن أتحدث عنه هو كثير من الأمور ننظر إليها في حماية الطفل هي في القطاع التقني. الكثير من العمل تم القيام به، يفكر الناس بأن الأمور اللغوية كانت تساعد. عندما نفكر في إدارة المخيمات وتنسيق الأعمال والمراقبة، أيضا تتوسع إلى اندماج المجتمع، التواصل مع المجتمعات والمساءلة والجانب الجانبي الفيزيائي من البيئة، وأيضا نرى من هو أيضا يطبق الأمر. وأمثلة بالنسبة لي هي تعتمد على المشاركة خصوصا في مواقع البيئية. واحدة منها التي تشمل مشاركة الطفل في التخطيط وكيف يمكن أن يكون عامل فعال، أن يكون يضع فعلا تخطيطا لمساحة المخيمات، ما هي الأماكن الآمنة، وإشراكهم وفي الإدارة، وأيضا ليست فقط في حماية الطفل، وأيضا أن نجعل التغيير فعال في المخيمات. الأطفال يحبون هذا الطريق وليس هذا، يرون أن هذا الطريق آمن وغير آمن في المخيمات. وبالتالي نستطيع أن رأينا الكثير من الرداء من النتائج المباشرة في العمل، وأيضا في إدارة المخيمات هناك أيضا جانب التنسيقي، نجلب عاملين آخرين بشكل رئيسي. وقد تكون هناك أمثلة كثيرة إن أردتم CCCM، قد لا تكون متعلقة بحماية الأطفال، ولكن في اللغة نعمل مع أيضا بعض أيضا نرسم بعض الممارسات الجيدة التي نخرج منها. شكرا أغنس، وشكرا لهذه بعض الأمور العملية. يانغ كتبت أيضا، نحن نرى جميع بعضنا تقنيين بشكل عال وقد لا نجد نقطة مشتركة، ولكن في الواقع عندما نسهل اللغة، نسهل هذه التقنيات، نجد كثير من الطرق التي يمكن أن نحمي فيها الأطفال بشكل أفضل، أو نعزز من استخدام المخيمات مثلا في طريقة فعالة أكثر.
استخدمنا كلمة المتبرع وهذه مهمة. لدينا جلسة غدا خصوصا في الأمن الغذائي ومواضيع المتبرعين. إن أردتم أن تتحدثوا عن أن اهتمتوا هذا الموضوع يمكنكم أن تنضموا غدا إلى هذا المجموعة. وما من بيننا لديني هنا ربما في مجال الصحة أو في الأمن الغذائي قد يكون لدينا متبرعين جدد أو طريقة جديدة للتحدث مع المتبرعين لنجلب النهج التعاوني أكثر معهم. نوريان هل لديك تعليق؟ نعم. لكي نستطيع أن نطبق البرنامج نحتاج إلى التمويل ونحتاج أن ننسق مع المتبرعين. وهم متعددو القطاعات بشكل عام مثل إيكو وبي اتش يحاولوا أن أبطالا لبرامج شمولية وهذا يجعل دمج حماية الأطفال للقطاعات الأخرى أسهل. فمثلا في الماضي كنا إيكو وبي اتش قمنا بالنجاح بدمج التغذية وواش إلى الخدمات الصحية واستطعنا أن نعمل مع حماية الأطفال لندمج أيضا حماية الأطفال في هذا. فبما يخص المتبرعين يريدون أن ندمج الحماية، فالحماية هي أمر كبير يريدونه أن يتم دمجه في قطاعات أخرى. أعتقد بأنه لدينا الفرص لأن ندمج في تعميم حماية الطفل في قطاع الصحي ومن وجهة نظر الصحي. أعتقد بما هناك متبرعين ليسوا حساسين كثيرا، فمن واجبنا أن نثقفهم حول أهمية دمج حماية الطفل إلى الصحة التغذية وقطاعات أخرى وكيف يمكن أن يكون هذا مهم لأن يكون لدينا خدمات شاملة أكثر للأطفال. وأعتقد بأنها من واجبنا أن نثقفهم وسأتوقف هنا. يعني هل تريد أن تنضمي؟ أعتقد بما يخص الأمن الغذائي مشابه لما ذكرته نوريان، هناك نوع من المتبرعين ويمكن أن يكون هناك أمثلة إيجابية حول كيف يكون المتبرعين مفتوحين للقطاعات المختلفة، ولكن يجب أن أقول بأن أعاني أن أجد أمثلة لدمج حماية الطفل في الأمن الغذائي، حيث كنا نستطيع أن نقيس ونقدر حماية النتائج. قد يكون هناك رغبة المتبرعين وبرامجنا قد لا تكون حاليا موجودة، ولكن تحدثت مع شخص متبرع الذي كان يسأل كيف يمكن هذا الطفل يتم تنسيق معه مع الأمن. برنامج الأمن الغذائي الذي أنا أريني كيف تعملون معا عبر القطاعات الأخرى، ووجدت بأن هذا شيء مهم جدا. كان لدي مثال عندما نحاول أن نقترح للمتبرع أن نشمل حماية الطفل والأمن الغذائي في نفس المكان، كانت هناك ممانعة لأنه كانوا يرون هذا يمنع من وصول الأقصى للبرنامج لأن قد ستكون هناك تداخل بين القطاعين. عملية الدعوة مع المتبرعين فهذا مهم وأعتقد بتكون بالنسبة لي أمر تعلمته أن نجد طرق مختلفة لنربطهم. لا يمكن أن نجمعهم جميعا في برنامج واحد، ولكن كيف يمكن أن تتصل عبر القطاعات وليس مستحيلا تحت تمويل واحد. شكرا جزيلا. هناك الظاهر أن الواجب من طرفنا أيضا أن نثقف، أن نوضح وأن نثبت، أن نظهر أدلة أن هناك أفراد أطفال والمجموعات من الأطفال يتم هناك نتائج محسنة، ولكن تكون على حساب إدارة المخيمات أو التعليم.
لكن إن كانت على حساب الصحة أو الأمن الغذائي قد تكون هناك نقاشات. قد لا تكون الأمور حول المال، ولكن قد يكون متبرع نريد هذه الطريقة ونرى القيمة فيها، يجعلنا نفكر كيف يمكن أن نربط الأمور الصغيرة مع بعض. سؤال آخر للمجموعة. لا أعرف كان هناك سؤال آخر. نعم كان هناك سؤال في نعم هناك سؤال. نعرف أنه لدينا الكثير من الدروس التي علينا نتعلمها من خلال عملهم التعميم حماية الأطفال وخصوصا الأعمال العنف القائمة على الجنسانية. عندما نركز على الأطفال ربما أغنس تستطيع أن تبدأ بالحديث. نعم شكرا لجلب هذا السؤال في هذا النقاش. كثير من الدروس التي يمكن نتعلمها من قيام من ما قمنا به خصوصا في الأعمال العنف القائمة على الجنس في 2015. كان هناك شيء مثير في البداية، كان علينا أن نفهم لما علينا إدارة المخيمات، لما كان علينا جي بي في وسي سي ام. كان علينا أشهر وأشهر نناقش كيف إدارة المخيمات سي سي ام أن تكون لها دور، لأنها أخذت معنا أشهر للاتفاق، ولكن في النهاية صغناها أنها برمجة جيدة. هذه برمجة جيدة وهذه عن كشخص جاي قادم من قطاع آخر، بمجرد أن استطاع أن نجد لغة مشتركة بدأت الأمور في التحرك قدما. شيء ما جعله فعالا هو بدلا من تطوير الموارد واحد نهج مثير هو تعميم كثير من المواضيع فيما حماية الأطفال بالموارد الموجودة أصلا في القطاعات، فلديهم ألفة في هذه الموارد وبالتالي ليس شيء نضيف عليهم فيه. فهذا الإدماج لقطاعات موجودة أظهرت فعاليتها، وأيضا ما نقوم به الآن هو دعوة الأطفال في الاطلاع على التطوير، وأيضا يسعدنا أن نكون معكم هنا، وأيضا لدينا أيضا اجتماع حول حماية الأطفال مستقبلا، وعبر هذه التبادلات نستطيع أن نتحدث اللغة مشتركة، نتبادل الأفكار، نجد كيف هي الروابط مع بعض وكيف يمكن المدير التقدم قدما. شيء آخر قد لا نحله هنا هو أن عبر السنوات الماضية كان لدينا عدد من المواضيع التي للتعميم، وكانت عملية وكانت جدا مهمة. تحدثنا عن جي بي في، وتحدثنا عن الإعاقة والدمج، تحدثنا كثيرا من الأمور الأخرى. وفي نقطة أخرى مهمة نرى هي ما قمنا به في الماضي، حاولنا أن ندمجهم معهم مع بعض بدلا من نسقط واحدة بدل الأخرى. نعم نهج إدماج، فأصبح مفتوحا أكثر لمواضيع مختلفة اللي نعمل معه في المخيمات والتحديات، نكسر هذه الحلقات ولا ننتظر موضوعا ثم الآخر، وإنما نعمل معهم بشكل مدمج. شكرا لك نوريان. هل تريد أن تتحدثي بخصوص الصحة؟ نعم شكرا. أنا أوافق بما تقوله أغنس، بدلا من نقف وحيدين أعتقد بأنه جيد بأن يكون هناك
ننظر إلى الإرشادات الموجودة التي لدينا في الصحة، ثم نرى كيف يمكن أن ندمج حماية الأطفال في هذه فإضافة قسم أو إرشاد معين لوثيقة موجودة أصلاً أو إرشادات موجودة أصلاً. يأتي إلى البال عندما تنظر إلى التواصل بالمخاطر وإدماج التواصل، فهذا أمر كبير يأتي خلال مرحلة أزمة الكوفيد، جائحة الكوفيد، ونرى هنا كيف يمكن أن نضيف حماية الأطفال معتمدة على المجتمعات بكيف يمكن أن نستفيد منها. هناك شيء آخر أيضا، إدارة التنسيق، إدارة المجتمعات المركزة على الأطفال، وكيف بتوفير الخدمات. أعتقد بسهولة هذه أن نضيف إليها حماية الطفل بما يقومون به، وننظر إلى خدمات توصيل، تسهيلات خدمات التوصيل. نستطيع أن نضيف بسهولة إدارة حماية الطفل، فنضعها مركزة أكثر على الأطفال. وهناك جهات أخرى أيضا أفكر فيها، الصحة الجنسية للمراهقين ومنع الزواج المبكر، وهكذا أمور يمكن أن أيضا يتم دمجها. هناك شيء أريد أن أضيفه، العنف القائم على الجنس، شيء أصبح أكثر مركزا في خلال 5 سنوات. قمنا بالكثير من الأدلة ومراقبة، وكان لدينا تغطية كاملة على المستوى العالمي، وتم نشره، والمعلومات تم مشاركتها، والجميع كان على اطلاع وعلم. فيمكن أن نتعلم من ذلك هذه قصص النجاح والسياسات التي دعمتها بأدوات فعالية أكثر ومدعومة بمتبرعين الذين يمكنهم أن يدعموا تعميم وحماية الطفل في جميع هذه القطاعات. سوف أتوقف. شكرا جزيلا. نعم، أفكار مادية، شكرا جميعا للمشاركين. كان هناك سؤال، ما هي العوائق التي تمنعنا؟ لا أعرف إن كنتم إجابة عنها في صندوق الدردشة، أو أطلب من السؤال، فكر في العكس. نحن لا نقوم بالكافي بما قام بتحدث عنه المتحدثون. يمكن أن نعود إلى العرض لكي ننهي بخلال 3-4 دقائق. أريد أن أؤكد إلى الدعوة إلى العمل، التعاون عبر القطاعات. نتحدث في الفريق العامل، جاءت بالمبادرة أول واحدة للفهم العام. تحدثنا عن لغة سهلة وبسيطة، يكون لدينا ثقافة كما وضعها ديفيد. وما هي تتحدث عن تنسيق والتعاون، تنسيق تبسيط الحلقات، أن نجد اللغات، أمور مشتركة، كيف في تركيزنا نضعها في تركيزنا، أيضا القدرة والتمكن، وأيضا نتحدث عن المهارات الرئيسية التي ليست في قطاعنا، ما التي ليست لدينا موجودة في قطاعات أخرى، الفتاح الذهن، فهم الأهداف المشتركة، المعايير، أحتاج أن أزيد على ذلك، نتحدث عن معايير مختلفة القطاعات. كان هناك الحديث عن الأدوات الدمج في أدوات موجودة وليس خلق أدوات جديدة، وإيجاد إرشادات كيف يمكن نعمل معهم. يعني
ستعمل على ذلك في خلال ثلاث مواضيع التي تحدثت عنها. لدينا هذا النهج المشترك القادمين الذين يعملون به، وأيضا لدينا من التحالف و INE يعملون على الإرشادات التي ستخرج والتي ستكون نتيجة تعاون القطاعين، وأيضا نتحدث عن الأدلة والتعليم، مستوى البحث الذي تم القيام به لعاملين في الأمن الغذائي وغيره، وما نتعلمه حول كيف يمكن أن نعمل بالنظر إلى المؤشرات، القياسات، كيف سلامة الطفل، كيف يمكن أن نعمل معاً، أن نعملها أيضاً، نعممها أيضاً عبر كامل المنصة. أيضاً يكون لدينا وقت كافي لأن نعمل معاً، كما قال ديفيد، ليس فقط حول المال، وإنما المكان في جداول أعمالنا، يكون لدينا ناس نعمل معهم، يكون لدينا وقت كافي لأن نعمل من مرحلة التقييم إلى اثنان من زملائنا سيتحدثون بشكل عام بشكل خاص على هذه المواضيع. دعونا نتحدث عن نفكر عن هذه الأمور معا. سوف الآن ننهي. كانت هذه الجلسة رائعة، وسيكون هناك جلسات أخرى رائعة بعد هذه الجلسة. سيكون هناك انفوغرافية ومعلومات صورية، ويمكنكم أن تذهبوا إلى أماكن مختلفة، وهناك موارد مختلفة حسب القطاعات التي تهتمون بها، ومواد وصور يمكنكم أن تروا هناك عبر صفحة خاصة للعمل عبر القطاعات في جميع اللغات. يمكنكم أن تضغطوا وتعملوا العمل معا. هناك مواد سهلة للفهم، سهلة للقراءة. أعتقد بذلك نستطيع أن نذهب إلى الشريحة الأخيرة. نستطيع التذكير الرئيسي لما نحاول أن نقوم به نحن معا. نحن نهدف إلى تحسين نتائج الأطفال، حيث حمايتهم ورفاهيتهم تكون هي مركزية التزامنا عبر جميع العاملين في القطاع الإنساني في جميع القطاعات. شكرا جميعا، شكرا للجميع، شكرا لمشاركتكم. نتمنى أن يكون لدينا تواصل معكم وكأفراد وكمجموعات، وندعوكم لبعض آرائكم حول هذه الجلسة بتعبئة الآراء في صندوق الدردشة. وننتقل الآن إلى جلسة أخرى اليوم، وننضم إليكم غدا في يوم كامل. إلى اللقاء.